بيلا حديد ترجع لأسبوع الموضة في باريس بعد ما قاطعتها ماركات عالمية كبيرة بسبب أنها ترفض الكيان الغاشم وتدعم القضية الفلسطينية بصوت عالي. شوفوا اليوم رانا رايحين نهضروا على بيلا حديد، الموضة اللي راهي راجعة بها والستايل اللي راهي تقدمه في باريس. إذا مهتمين ماذا بكم تقعدوا معنا لنهاية الفيديو، لأنه رانا رايحين نهضروا على أساسيات الموضة اللي ممكن احنا كأشخاص عاديين نعتمدوها في 2024 و2025، وهي في حقيقة الأمر كامل موضة تناسب البنات اللي دايرين الخمار. اللي ما يعرفنيش انا صبرينا ونقدم فيديوهات في الموضة وفيديوهات بزاف اتهم البنات ولايفات، يلا اشتركوا في القناة. بيلا حديد واحدة من اجمل نساء العالم، بغض النظر انها دايرة عملية تجميل وتغير الشكل تاعها على مدار السنوات، لان الطفلة جميلة جدا واللي هي من اصول فلسطينية. هذا الطفلة معروفة بدعمها للقضية الفلسطينية، ومؤخرا دارت ببليسيتي الأديداس، وهذيك الأديداس اللي يعني الحذاء الرياضي اللي لبساته كان الحذاء اللي يعني كان في أولمبيات، راني ناسية العام اللي هذاك الأولمبيات قتل فيه، ولا يعني داروا عمليات استشهادية ضد الكيان الغاشم وماتوا فيه 10 من الأتليتس الإسرائيليين، وبالتالي الكيان وجماعته بدأوا يهاجموا فيها، فالطفلة نحوها من عرض تاع الازياء تاع اديداس ومن الببليسيتي اللي كانت تديرها لهم، وخسرت هذا فرصه العمل، وهذا كاع بسبب حذاء مالغري كو هي في حقيقه الامر يقولوا انه ما كانش على بالها، والشركه الاصليه اللي هي اديداس هي اللي مدت لها هذا الحذاء ورفعت قضيه على اديداس فعلا. المهم الموضوع تاعنا ماشي هنا، بعد غياب سنتين ومقاطعه اغلبيه الماركات العالميه لبيلا حديد، ترجع بيلا حديد في عرض باريس إيف سان لوران. وش معناتها؟ هل معناتها انه هذا البراند تدعم القضية الفلسطينية، ولا معناتها انه بيلا حديد رجعت اللور وما ولاتش تدعم القضية الفلسطينية بقوة؟ في حقيقة الامر انا ما على باليش وشنو هو التوجه السياسي لإيف سان لوران، بصح نظن بما انهم تعاملوا مع بيلا حديد لأصولها فلسطينية واللي تدعم علنيا القضية الفلسطينية، نظن انه إيف سان لوران ماشي من الماركات اللي المفروض انه انقطعوها. دخلت في عرض 2024-2025، يعني صيف 2024-2025 ببدلة سوداء تهبل. يا خوتي يا البنات انا نموت على الاوفر سايز. البدلات العريضة هي في حقيقة الامر كانت بدلات رجالية في عصر الثمانينات. كي تعودوا تشوفوا لي فيلم تاع لي زاني 80 تلقاو الرجال كاع لابسين هذا البدل الكلاسيكية، سورتو لي فيلم امريكان هذه البدل الكلاسيكية اوفر سايز بزاف بزاف شابين، والنظارات من السبعينات، يعني موضة فينتج فور مي ايكونيك، انا عجبتني. طبعا احنا ما نقدروش بالك نلبسو كيما لبست بيلا حديد، لانه الطول تاعها 1.75 للفوق والجسم تاعها رقيق بزاف، وغير انها تلبس الماركات العالمية الغالية، وبالتالي التفصيل تاع القماش وكل شيء يواتي في اللبسة. ولكن نقدروا نستوحوا ونفهموا باللي انه الموضة اللي كانت رجالية في المستقبل راح تكون موضة نقدر يلبسها النساء، وبالتالي ممكن تكون موضة يونيسكس، يعني حوايج رجال يقدروا يلبسوهم نساء وحوايج نساء يقدروا يلبسوهم الرجال. الله أعلم خبايا هذا الموضوع، خلوا لي رأيكم في التعليقات. نرجعوا للموضة، أنا عجبوني التنسيقات الأوفر سايز، عجبتني البدلة السوداء، ولا عرض إيف سان لوران أصلا عجبني، كان فيه الليذر بامبر البنات اللي جاي أوفر سايز، أيضا كان موجود في التسعينات والثمانينات وحاليا راه راجع وبقوة وراح يبقى معنا نقولوا 5 سنين 10 سنين. يعني إذا عندكم في الخزانة حاجة قديمة تاع بابك تاع خوك تاع جدك تاع عمك جبديها وبروفيتي بيها، تخرج شابة مع الجين مع كلاسيك مع كل شيء، كيما نظن راكم تشوفوا لبسوها حتى فوق كوستوم كلاسيك. تنسيقات تاع إيف سان لوران كانت فعلا رائعة، وبيلا حديد رجعت، ونظن هذه حاجة إيجابية. نتمنى أنه العالم والنظرة العالمية للعالم بدأت ترجع للور، وما يبقاوش يدعموا الكيان الغاشم وكلهم يوقفوا مع الحق واللي هي القضية الفلسطينية. رأيكم البنات في التعليقات، وخلونا وش فيديوهات راكم حابين تشوفوا، وش هي المواضيع راكم حابين نناقشوها.